هيثم موجود بجربها مع هيثم في وسط البلد بتحدي رياضي جديد. هاي هيثم. صباح الفل يا غادة، يعطيكي ألف عافية، أنا نزلت لك إياد لحقني. يعطيك العافية غادة، صباح الفل على كل الناس اللي عم بتشوفنا من كل مكان في العالم. شوف، اليوم عم نحكي عن رياضة صعود الدرج أو صعود السلالم. هاي الرياضة من أهم الرياضات فعليا، وهي إذا بتعرفوا في أكثر من 160 مسابقة عالمية لصعود الدرج، وأيضا صعود الدرج بيحرق 3 أضعاف المشي، بيحرق ضعفين الركض، كل درجة بتحرق 0.17 من السعرات الحرارية. ففعليا كل 10 درجات رح يقولنا سعرة حرارية ونص تقريبا، سعرات حرارية كتير بنحرقها. صعود الدرج فيه له فوائد كتير على الجسم، تقوية الجزء السفلي من الجسم، وأيضا كمان قرأت أنه يقي من الذبحة الصدرية. إذا الواحد بيمارس رياضة صعود الدرج لمدة 7 دقائق مثلا في اليوم، يقي من الذبحة الصدرية على مدار 10 سنين. العدائين، الناس اللي بتعمل سايكلينج، هذا التمرين مناسب جدا بالنسبة لهم. أنا اليوم بدي أحكي مع أشخاص لطيفين شفناهم هلأ بالصدفة، وكمان معي كوتش محمد عشا بحكي لنا شوي عن هذا التكنيك. ولكن بدي أحكي أنه الناس اللي ما بيطلعوا من البيت، أو الناس اللي ما عندهم أجهزة رياضية، أو الناس اللي حواليهم صعب أنهم يطلعوا، رياضة صعود الدرج يعني رياضة مهمة جدا، وبالإمكان أنه يمارسوها جوا البيت برا البيت، بس ينتبهوا من العوائق، ينتبهوا أنه ما يكون في درجة مكسورة، ينتبهوا انه الإضاءة تكون متوفرة. الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالمفاصل، بالركب أو بالحوض أو في الكاحل، ممكن لازم يشوفوا طبيب قبل ما يمارسوا هاي الرياضة. ولكن 10 دقائق في اليوم أو مرتين لثلاث مرات في الأسبوع رياضة مهمة جدا. خليني شوي أنا أتنقل هيك قبل كمان ما أروح لكوتش محمد. صباح الخير. صباح النور سيدي، كيفك باشا؟ والله رضا من رب العالمين. صباح الخير مدام، كيفك؟ اهلين، يا هلا، اهلا وسهلا. انا شفتكم صراحه وتشجعت، انا شفتكم ما شاء الله هي لابسين رياضه وعم تمشوا، شكلكم رياضيين. سيد رفعت صح؟ تفضل، اهلا وسهلا فيك. بتلعب عفوا؟ بلعب رياضه، وخاصه فتره الصبح انا كثير بمشي عشان الواحد يضل يحافظ على لياقته ويحافظ على جسمه رشيط، فخاصه فتره الصبح كثير بمشي. وحلو جدا رياضه المشي للاجسام الرياضية، بتساعد كتير على انه يكون الانسان نشيط جدا، خاصة فترة الصباح. حلو، مدام بتلعب رياضة؟ والله مش دائما، بس احنا لنا فترة قاعدين بالبيت زي ما شفتوا كيف كنا قاعدين بفترة حذر، حبيت لما طلع زوجي يحكي له خدني معك شوي، الواحد يحرك الدورة الدموية عنده، يتنشط. حلو، ان شاء الله انه نكون عملنا الشغله الصحيحه. ممتاز. طيب شو رايكم هيك نعمل شويه درج؟ انا اليوم فقرتي عن صعود الدرج. في درج في البيت جنب البيت؟ في درج في بس احنا ساكنين طابق اول ودائما على الدرج، ما بنستخدمش الاسانسير نهائيا. يا عيني يعني عليك، من الناس اللي ما بستخدم الاسانسير نهائيا، دائما طالع نازل على الدرج. حلو. طب شو رايكم هيك يعني نعمل بس هيك يعني لاول جزء ورجع، يلا عشان نتنشط كلنا مع بعض. يا سلام، حلو حلو. طبعا الانسان بكون دائما صحته اكثر من مدامته، عرفت كيف؟ يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه، يعطيكم الصحه والعافيه كلنا. طيب يلا ننزل، دير بالنا شوي شوي. يا سلام، ممتاز، ديروا بالكم. يا عيني عليكم، يا عيني عليكم، يا عيني عليكم، الله يعطيكم العافية. هلا هلا أستاذ، يحيي يعطيكم الصحة. شكرا جدا، إذاعتكم كثير راقية وحلوة، ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا. أنا من الناس اللي بحب رؤية كثير وبحب أتابعها، وموفقين وإن شاء الله إلى الأمام. الله يخليك، شكرا شكرا، يعطيكم ألف عافية. شكرا شكرا شكرا. يعني هاي هيك جزء من عائلتنا الحبيبة. بدي أرحب بكوتش محمد العشا، كوتش الحبيب. صباح الفل، أهلا أهلا. كيفك، شو أخبارك؟ صباح الفل. أنا محظوظ اليوم، يعني دفشته لكوتش محمد عشا يجي وعصرت له برنامجه شوي بس عشان يجي معي. مشكور يا كابتن انك اجيت. يسعدك. لا بالعكس، انا مبسوط كثير فيكم والله. الله يخليك. الله. كابتن شوف، يعني رياضه صعود الدرج او السلالم من التمارين الاساسيه للعدائين والناس اللي السايكلست كمان، صح؟ بالضبط. يعني شو بتحكي لنا عنها؟ انا شفت انه الرقم القياسي او الرقم العالمي 58 ألف طابق لواحد اسمه كريس، استغربت يعني طالع هذا
100 يعني برج 100 طابق طلعوا 1000 مره، فممكن هيك نوصل 58000 طابق. هو 58000 درجه انا شفتها طابق، بس انا مش متاكد من المعلومه. لا ما اعتقد انه 58000 طابق، لانه اصلا ما في ارتفاع 58000 طابق. يعني بس يعني هي نزله وطلعت، بس رياضه الدرج يعني نحكي في البدايه، هي اصلا يعني هي رياضه موجوده متوفره في كل مكان، ورياضه مجانيه للجميع، وهي مفيده للقلب ومفيده لامراض كثير مثل السكري، حتى السرطان مفيده له. وبالنسبه للاشخاص العاديين المفروض انه شوي شوي يتدرجوا فيه، والاشخاص الرياضيين يعني بيكونوا بيعطيهم قوه ودافع، خاصه رياضه الركض والبسكليت. حلو كابتن، عم بصير في مسابقات محليه وعالميه ايضا، انا كمان شفت انه اكثر من 160 مسابقه عالميه بتصير لصعود درج، نيويورك، صين، بحرين، وكل مكان في العالم. نعم، احنا السنه الماضيه كان في عندنا سباق هون لبرج روتانا وانا شاركت فيه، كان تقريبا في 30 عداء وجميعهم صعدوا الدرج، يعني كان 44 طابق تقريبا 840 درجة. حلو. طب كابتن، الناس اللي حابة تعمل رياضة في تكنيك معين مناسب؟ يعني بالمناسبة اللي اخترع شكل الدرج هو مهندس روماني من أيام الرومان طبعا، وصمم الدرج على درجة 37 درجة، ومن أيام الرومان، من أيام هذا التصميم لحد الآن المهندسين المعماريين بيستخدموا نفس الدرجة اللي هي 37 درجة. الحلو في الدرج أنه يعني رياضة أفقية وعمودية بنفس الوقت، والشخص بيستخدم كل جسمه. كابتن، بتحب تفرجينا مثلا أنه إذا في تكنيك معين اسهل او احسن واحد يحط اجره كلها، يحط نص اجره؟ هلا بالنسبه لكبار العمر او اي شخص عادي، يعني هو صعود الدرج بالتدريجي زي ما حكينا، او اهم شيء يعمل احماء قبل صعود الدرج، لانه بدون احماء راح يعمل مشاكل كثير عنده. وصعود الدرج راح يكون للاشخاص الكبار بالعمر او الاشخاص بالبدايه صعود طبيعي يعني، بس يكون الظهر غير منحني. وبالنسبة للرياضيين يعني بإمكانه أنه يعمل زي هايني أو يرفع الركبة شوية حتى أنه يصير عنده قوة بالتحمل. طيب مين الأشخاص اللي مش لازم يعملوا هاي الرياضة؟ إيش الإصابات المعينة أو أشياء في الركب أو الظهر؟ أي شخص عنده مثلا رباط صليبي، عنده مشكلة بالركبة، أو عامل عملية مثلا، حتى في أشخاص ممكن يعملوا عملية وبعد فترة يتحسنوا ويصيروا يصعدوا الدرج ويكونوا أحسن من الأشخاص الطبيعيين كمان. خلينا نعمل ناخذ الاستاذ. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عم بتدخن؟ مضطر تنزل وتطلع الدرج حضرتك ساكن هون؟ لا والله صفيت السياره فوق لانه ما في مصف نص البلد، ونزلت الدرج بس ما بقدر اطلعه. طب ما بتقدر تطلعه؟ طيب كيف انت واللياقه؟ ليه ما بتقدر تطلع الدرج؟ انا عندي شرايين مسكره ورجلي بلاستيك بشرايين. الف سلامه. الله يسلمك. الله يخليك. طيب بتمشي؟ يمشي نص كيلو كيلو. يلا يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. شكرا. الله. شكرا. يعني كابتن، شايف الاشخاص اللي بيحسوا، يعني في كثير اشخاص بيتعبوا لما يطلعوا على الدرج، شو بتحكي لهم او شو لازم نعمل؟ رقم واحد هو لعدم صعود الدرج او صعوبه صعود الدرج هو التدخين. هاي بلا منازع يعني. طبعا. رقم واحد. واي شخص ما بيقدر يصعد الدرج يعني بامكانه يمشي، بس يعني احنا نحكي صعود الدرج دائما هو بيحرق سعرات حراريه اكثر من المشي. المشي بياخذ فتره ساعه زمن، بيحرق سعرات حرارية أقل من أنك تطلع أنت الدرج مثلا في 10 دقائق. حلو. فيعني هاي كثير كويسة، خاصة للنساء مثلا في البيت. حلو. تعرفوا أنا عم بدور على صعود الدرج على جوجل شو لقيت كمان. إذا بتشوف حالك عم تطلع الدرج في الحلم، إذا كان معك شخص يعني من عائلتك، تفسير الحلم أنه أنت راح تلاقي النجاح وال يعني النجاح والسعاده في حياتك. كمان اذا شفت انه عم تنزل الدرج بسهوله، معناته كمان الله راح ييسرها معك. طبعا احنا بس طبعا احنا بس للفكاهه يعني والمزح بس، وانا عم بعمل سيرش على الرياضه، ولكن فعلا رياضه عظيمه جدا كوتش. صح؟ نعم صحيح. حلو. طيب شو رايك نعمل هيك تيست؟ في معنا شاب كمان. كابتن تفضل تعال. ايش اسمك؟ حمزه. كيف انت رياضي؟ الحمد لله. طيب كابتن، شو رايك نعمل تحدي مع حمزه؟ طيب ماشي. يلا تعال حمز. شو بدك تعمل؟ طلع الدرج كله. شو رايك؟ كله؟ سباق؟ يلا روح. مش سباق، لا بس ديروا بالكم انتم نازلين، مش سباق حمزه، مو سباق. شوي شوي على الخفيف، اطلع معاك كابتن انا ولا انت ولا كلنا؟ كلنا مع بعض. كلنا مع بعض، استنى مين بده يشارك؟ تشارك؟ تعال. يلا تعال على الجهه الثانيه. تعال، احنا احنا الصوت ما راح يوصل معنا للاخر، فبدون صوت، بس بدنا نوصل مش اول شاحط، ثاني شاحط. اوكي. يلا معك كوتش، يلا جو. يا عيني عليكم شباب حلوين. ما بتدخن صح؟ برافو عليك. انت اذا بتدخن بخليك تنام حافي.
برافو عليكم. كيف انت واللياقه وهيك تلعب رياضه؟ في نادي الاتحاد الصيفي. اه كنت في الوحدات. برافو عليك، يعني لاعب قدم. اه ممتاز. تلعب رياضه؟ كل مره؟ لا. كم عمرك؟ 15. طب ليش ما تصير تلعب رياضه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن يعني يعطيكم العافيه، شكرا شباب. يعني فعلا يعني ككارديو او كجهاز قلبي وعائي شيء مهم جدا، والاشخاص اللي بدخنوا بعتقد يعني من واحدة من اهم الاشياء لترك الدخان انهم يبرشوا في تمارين الكارديو فاسكولار سيستم او الجهاز القلبي الوعائي. نعم صحيح، هي يعني اي انسان بده يبلش يترك التدخين يبلش مثلا بدايه اسهل شيء له صعود الدرج، يبلش شوي شوي، اليوم 5 دقائق، بكره 10 دقائق، وشوي شوي ان شاء الله بترك التدخين. حلو حلو، شكرا كابتن. الله يخليك يا رب، تسلم. الله يعافيك. شكرا كابتن محمد، شكرا جزيلا. يعني عندنا استشاره كانت محترفه من كابتن محمد، هو عداء اصلا وكمان مدرب عدائين، على هذا التمرين الحلو، تمرين الدرج الحلو. بنشجع الناس كلها اطلعوا الدرج، لما تكونوا في مكان او مبنى عام بدكم تطلعوا طابق طابقين ثلاثه استخدموا الدرج، ما تستخدموا الاسانسير. الناس اللي في البيوت حتى لو عندك درجه واحده، يعني اياد في تمرين خلينا ننهي عليه اذا بدك افرجك اياه، يعني حتى لو عندكم درجه واحده وبتحبوا تعملوا بس هيك تمرين بسيط، هذا تمرين كارديو كويس جدا. بتمنى لكم المحبه والسعاده، بتمنى لكم الصحه دائما. راح ارجع لك دانا، بس كمان دانا بدي احكي لك في اشي عالمي بصير لما يكون في سياج او يكون في درج، الناس بتحط قفوله عشان تسكر علاقات الحب تبعها او تسكر على الحبيب او تسكر على اللي بدها اياه. فهذا مليان عندي قصص وقفول، بتمنى الحب وبتمنى الناس اللي بدها كمان تحافظ على حبيبها كمان يكون عندهم فائل خير ان شاء الله. الك دانا. شكرا لك هيثم، يعطيك الف عافيه. احنا بنحب الحب بس ما بدنا نخنق الحبيب. شكرا لك. وبالفعل يعني موضوع الرياضه، لو من عتبه لو من درج، احنا على القليله بنقدر نحرك حالنا.